بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم الحصة الثانية من الدرس الأول في الوحدة الثالثة اللي هي خاصة بالكائنات الحية ووظائفها وتفاعلاتها مع البيئة، والدرس اللي كيخص مكونات الوسط البيئي لي كومبوزونت دو ليكوسيستيم. الدرس اللي درناه فيه الحصة الأولى وتعرفنا على مجموعة من الأوساط البيئية، الوسط البيئي الغابوي، وسط بيئي بحري، وسط بيئي صحراوي، كذلك المكونات الرئيسية لكل وسط من بين تلك الأوساط. ثم قمنا بتصنيف هذه الأوساط إلى أوساط بيئية برية متعلقة باليابسة، وأوساط بيئية مائية متعلقة بالماء، وعرفنا تعريفا بسيطا للوسط البيئي، وقلنا الوسط البيئي هو عبارة عن مكان طبيعي سواء مائي أو بري تعيش فيه الكائنات الحية. وفي هذه الحصة الثانية غادي نتعرفوا على مجموعة من الأمور، من أهمها مكونات الوسط البيئي. من ماذا يتكون الوسط البيئي؟ مكونات الوسط البيئي مثلا الغابوي، ومكونات الوسط البيئي الصحراوي، ومكونات الوسط البيئي البحري. إذن ألاحظوا مكونات الأوساط البيئية ثم أنجزوا ما يلي في دفتر التقصي. إذا هذه الأسئلة اللي كاينين في هذا النشاط رقم 2 غادي تجاوبوا عليها في الدفتر ديال التقصي بطبيعة الحال، مفهوم؟ إذا عندي أولا كملاحظة بسيطة هو أننا عندنا ثلاثة ديال الصور، داكوغ؟ الصورة رقم 6، الصورة رقم 7، الصورة رقم 8. الصورة رقم 6 توضح وسطا غابوي، وبالنسبة للصورة رقم 7 وسط صحراوي، والصورة رقم 8 وسط بحري. إذا سنتعرف قلنا من خلال هذا الدرس على مكونات الوسط البيئي. نحاول نشوف السؤال الأول. السؤال الأول: أسمي بعض مكونات كل من الأوساط البيئية 6 و7 و8. إذا غنسمي المكونات ديال كل وسط. إذا شنو كتلاحظوا هنا في الوسط الغابوي؟ نبداو بالوسط الغابوي. شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا مجموعة من الحيوانات، داكوغ؟ مجموعة من الحيوانات، الطيور، الفئران إلى غير ذلك. نلاحظ كذلك هناك عشب، هناك أشجار، هناك شجر البلوط، هناك تربة، هناك مجموعة من الأمور، مفهوم؟ بالنسبة لي مثلا الصورة رقم 7 يعني الوسط الصحراوي توجد به رمال، توجد به النخيل التي تعيش في الرمال، هناك هواء مثلا، هناك سماء إلى غير ذلك. بالنسبة للوسط البحري إذا عندنا أسماك، عندنا طحالب، عندنا ماء، عندنا كذلك هواء، عندنا سماء إلى غير ذلك. إذا هذه هي مكونات كل من الأوساط البيئية 6 و7 و8. إذا كما عودتكم أنني كنكتب الأجوبة قبل بداية الفيديو باش يسهل علينا الشرح ديالها، وكذلك باش ما يكونش الفيديو طويل وممل، مفهوم؟ الأجوبة ديال السؤال هما: إذا أسمي بعض مكونات كل من الأوساط البيئية 6 و7 و8. إذا الوسط 6 وسط غابوي يتكون من حيوانات، يعني إحنا كنشوفو تما الأفعى، هي الأفعى، كذلك كنشوفو الأرنب والقنفذ إلى غير ذلك. كذلك يتكون هذا الوسط من تربة، من أشجار، من حشائش، من ثمار البلوط، ومن هواء، وكذلك الشمس، مفهوم؟ إذا هذه المكونات هي كلها مكونات الوسط الغابوي. شوفوا الآن الصورة رقم 7 اللي كتبين وسط صحراوي. الوسط الصحراوي يتكون من نخيل، إذا هو نبات صحراوي يعيش في الصحراء، يعني يتحمل ذاك الصهد والسخانة وذاك حرارة الرمال إلى غير ذلك. عندنا رمال، عندنا سماء، عندنا هواء، وعندنا شمس. نسبة لثامنا الوسط بحري. الوسط البحري كيتكون من أسماك، ومن ماء، من ضوء، وكذلك من طحالب. إذا كذلك يمكن إضافة مكونات أخرى كذلك، مفهوم؟ إذا هنايا أنا ذكرت بعض المكونات الرئيسية، مفهوم؟ بعض المكونات الرئيسية. الآن غادي ندوزو للسؤال باء. إذا باء: أصنف مكونات هذه الأوساط البيئية. إذا هاد المكونات ديال الأوساط البيئية غادي نصنفها، وغادي نميز بيناتهم، داكوغ؟ غادي نميز بين هاد المكونات. إذا يمكن تصنيف هذه المكونات، ديك المكونات اللي ديال الوسط الغابوي، ديال الوسط الصحراوي، ديال الوسط البحري، يمكننا نصنفوها لجوج ديال الحاجات: كائنات حية وكائنات غير حية. إذا كائنات حية، نعم، كائنات حية وأخرى غير حية مرتبطة فيما بينها. إذا هذه الكائنات الحية
والكائنات غير الحية هي مكونات الأوساط البيئية، وكذلك هناك علاقة ترابط ما بين هذه المكونات. يعني كاين مكون حي يحتاجه المكون الغير الحي، وكاين مكون غير حي يحتاجه المكون الحي، إلى غير ذلك. إذا هذه الكائنات الحية تسمى الكائنات الحية بالمكونات الإحيائية، كنسميوها مكونات إحيائية، يعني حية، يعني تتنفس، مفهوم؟ إذا الكائنات الحية كتسمى المكونات الإحيائية، يعني لي كومبوزونت فيفونت، يعني مكونات إحيائية. أما بالنسبة للكائنات غير الحية تسمى بالمكونات الغير الإحيائية. إذا المكونات الإحيائية هي الكائنات الحية، والمكونات الغير إحيائية هي الكائنات غير الحية. إذا لي كومبوزونت نون فيفونت. صافي. إذا هادو هما التصنيف ديال المكونات ديال الأوساط البيئية، صنفناهم جوج ديال المكونات، قلنا كائنات حية اللي هي مكونات إحيائية، وكائنات غير حية اللي هي المكونات الغير إحيائية. مفهوم؟ جيم، استنتج مكونات الأوساط البيئية. إذا من خلال الصور، وكذلك من خلال جواب سؤال ألف وسؤال باء، سنستنتج مكونات الأوساط البيئية من ماذا تتكون. إذا أنا اقترحت واحد الاستنتاج، استنتاج بسيط معبر على كل ما ذكرناه في هذا النشاط. إذا بالنسبة للاستنتاج، إذا يمكن القول بأن مكونات الأوساط البيئية هي كل المكونات الإحيائية والمكونات غير الإحيائية الموجودة فيه. إذا المكونات ديال الأوساط البيئية، مثلا واحد الوسط بيئي، صافي عرفنا بأنه يتكون من جوج ديال الحوايج اللي هما مكونات إحيائية هي الكائنات الحية، ومكونات غير إحيائية اللي هي الكائنات غير الحية، صافي، الموجودة في هذا الوسط. ويمكن نعبر عليها بهذه المعادلة هذه: الوسط البيئي يساوي مجموع المكونات الإحيائية زائد مجموع المكونات الغير إحيائية. صافي، هي مجموعة المكونات الإحيائية، يعني مجموع داك الكائنات الحية كاملة زائد داك الكائنات غير الحية كاملة، هما اللي كيكونوا لنا الوسط البيئي. إذا هادشي اللي كاين. بالنسبة للملخص، دابا غنوصلوا للملخص، إذا سنقرأ الملخص، قراءة الملخص. إذا نمر الاستخلاص، كنتمنى ان الصوره تكون واضحه بالنسبه لكم. اذا ملي كنوصلوا للملخص، كنكونوا قادرين اننا نجاوبوا على سؤال تقصي، سؤال تقصي اللي اقترحناه في الحصه الاولى ديال مكونات الوسط البيئي. اذا حنايا سؤال ديال التقصي، قلنا ما هو الوسط البيئي وما هي مكوناته. اذا من خلال الملخص غادي نجاوبوا على هذا السؤال، وحنا تعرفنا من خلال مجموعه من الانشطه على الاجابه ديال هذا السؤال. اذا الوسط البيئي منطقه طبيعيه معينه برية كانت أو مائية، مكونة من مكونات غير إحيائية ومكونات إحيائية تعيش وتتغذى وتتكاثر فيه. إذا قلنا بأن الوسط البيئي هو واحد منطقة طبيعية، سواء كان بري ولا مائي، كتكون مكونات غير إحيائية هي الكائنات الغير إحيائية، ومكونات إحيائية هي الكائنات الحية التي تعيش وتتغذى وتتكاثر في هذا الوسط. يتميز الوسط البيئي بوجود الشروط الضرورية للحياة، يعني بحال التربة والماء وضوء الشمس ودرجة الحرارة والرطوبة. إذا جميع الأوساط البيئية فيها هاد الشروط الضرورية للحياة، بحال الماء بحال التربة بحال درجة الحرارة إلى غير ذلك. ترتبط مكونات الوسط البيئي فيما بينها بعلاقات مختلفة ليسود هناك التوازن فيه. إذا ذاك المكونات ديال الوسط البيئي قلتها لكم قبيلتي، ذاك المكونات الإحيائية يعني اللي الكائنات حية، والمكونات غير الإحيائية يعني الكائنات غير الحية، كاين ترابط بيناتها باش ما يوقعش واحد الاختلال ديال التوازن، باش كيكون واحد التوازن وكيسود لنا التوازن في هذا الوسط. مفهوم؟ En français, un écosystème est un milieu naturel terrestre ou aquatique formé par des composantes non vivantes et des composantes vivantes qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent. L'écosystème se caractérise par la présence des conditions de vie, présence d'eau ou de sol, lumière, température, ainsi de suite. Les composantes de l'écosystème interagissent entre eux pour préserver son équilibre. Donc, العربي. الآن غادي ندوزول أطبق وأستثمر، أطبق وأستثمر، لاحظوا. إذا السؤال هو: أنقل الخطاط في دفتر التقصي وأتم ملأها بما يناسب بالعربيات والفرنسية. إذا جو كوبي لو شيما، اس شيما، دونك انا اس السيرس ميديرو خطأ مطبع اس شيما كومسا،
Je copie le schéma sur mon cahier et je complète par ce qui convient. Donc, mail bi mayonnaise. L'arabie ou le français, d'accord, il y a 9 secondes. C'est très bien. Donc, au Hajal, le wasat le bayi. Je n'ai pas le wasat le bayi le français ou l'écosystème. L'écosystème. حاولوا تنقلوها في دفتر التقصي ديالكم. داكوغ، بالنسبة لهذا الوسط البيئي كيتكون من مكونات إحيائية ومكونات غير إحيائية. داكوغ، مكونات مكتوبة هنا مكونات إحيائية هي اللي فيها الكائنات المجهرية ومكونات غير إحيائية إحيائية اللي هي لي كومبوزونت. كتبوها بالفرنسي حتى كومبوزونت non vivante. هنا هي كومبوزونت فيفونت، صافي كومبوزونت فيفونت. سي تري بيان. دابا هاد المكونات الاحيائيه كتنقسم بزاف ديال الحاجات. عاوتاني كاين الكائنات المجهريه لي ميكرو اورغانيزم، لي ميكرو اورغانيزم والكائنات المجهرية. وعندنا كذلك النباتات، وكاينه الحيوانات. النباتات هما لي فيجيتو، هنا كاينه لي زانيمو، لي فيجيتو اي لي زانيمو. عندنا هنا بالنسبة للمكونات غير الإحيائية عندنا التربة السول، عندنا الهواء لاغ، وعندنا الماء او بيان لو. داكوغ، دونك بهذا غادي نكون كملت هاد الخطاطه وكملتها. درت الوسط البيئي مكتوبه بالعربيه كملتها بالفرنسيه. هنا مكونات احيائيه مكونات غير احيائيه، كومبوزونت فيفونت كومبوزونت نون فيفونت. هنا عندي حيوانات لي زانيمو، نباتات فيجيتو، الكائنات المجهريه الميكرو اورغانيزم، وعندنا الهواء لاغ، التربه اللي هي السول، والماء سيلو. داكوغ، وبهذا غادي نكون كملت الدرس ديال اليوم اللي كيخص الصفحه 36 من كتاب المتعلم والمتعلمه فضاء النشاط العلمي والذي يخص المستوى السادس ابتدائي. كنتمنى انكم تكونوا كتفهموا معايا في قناه فضائيات مع الاستاذ محمد البخاري. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.